بسم الله دكاترتنا وحبايبنا الغاليين صباح الفل. شرحنا لحضرتك العملي في فيديوهات صغيرة على العظم، وزي ما حضرتك شفت لمينا كل عظمة تقريبا في 3 دقايق او 4 دقايق بالكتير، ولكن كل ده مش كفاية، لازم تشوف البي دي اف اللي نازل من الكلية. انا شرحت لك العظم واديتك مذكرة تشوف العلامات وتسمع لنفسك وتشوف النيرف سبلاي، والليلة دي كلها درجات العملي مضمونة، اوعى تضيعها من ايدك. درجات العملي عمل الاناتومي بالذات في كل الموديولات، عمل الاناتومي مضمون. الصورة اللي موجودة عندك في الفايل هي اللي هتنزل لك في الامتحان، مفيش فيها لعب، مفيش فيها لف، مفيش فيها اي حورات، هي الصورة اللي موجودة هتنزل لك في الامتحان. طيب بدأ العملي، هنقسم لك العملي على فيديوهات. الفيديو ده هنخلص عمل الأبر. العملي في فقوس هيكون صور، والزقازيق هيكون عظم على عظم. هيجي لك عظمة زي دي في الزقازيق أو صورة في فقوس، ويقول لك إيه الأتاتشد استراكشر، يعني إيه اللي ماسك في الحتة الخضرة دي. ده السؤال، إيه اللي ماسك في الحتة الخضرة. طيب والسؤال التاني، يقول لك إيه النيرف سبلاي بتاع العضلة دي. يعني مثلا هنا قلنا ايه، هنا قلنا الترابيزياس مثلا، فيقول لك ايه النيرف سبلاي بتاعها بس. طب تعالى نشوف هنا، ادي يا سيدي الكلافيكل اللاترال اند دي بتكون فلات، حلو الكلام. لو على الحته البارزه من اللاترال اند يبقى دي ترابيزياس، لو الحته البارزه يبقى ترابيزياس، طب لو الحته الغطسانه دي يبقى دلتويد. يبقى يقول لك نيمز اتاتشد استراكشر، تقول له ترابيزياس باسل. والله انت راجل شيك وشياكه مقطعك، خلاص قول له ده الانسرشن بتاع الترابيزياس، وهتلاقيني قايلها لك في فيديوهات العظم، الانسرشن بتاع الترابيزياس. طيب انا عرفت منين ان دي لاترال اند؟ قلت لك دي بتكون فلات، والميديال اند بتكون مدوره زي ما انت شايف كده، تحسها مدوره شويه. يبقى اللاترال اند الحته البارزه منها ترابيزياس، يبقى العضله اللي ماسكه هنا ده الانسرشن بتاع الترابيزياس. عايز تكتبها ترابيزياس بس وماله، اكتبها ترابيزياس بس. طب النيرف سبلاي بتاعها ايه؟ والله النيرف سبلاي بتاعها سباينال روت اوف اكسسوري نيرف والبروبريوسبتيف بسي 3 وسي 4. سباينال روت اوف اكسسوري نيرف، سباينال روت اوف اكسسوري نيرف، سباينال روت اوف اكسسوري نيرف والبروبريوسبتيف من سي 3 وسي 4. طب هل يا دكتور ممكن يقول لي الاذر اتاتشمنت؟ لا مش هيقولها لك، وبالتالي اشطب. طيب زي ما قلت لك الحته البارزه كانت الترابيزياس. طب الحته الغطسانه دي الدلتويد، ده الاوريجن بتاع الدلتويد. الاوريجن بتاع الدلتويد حضرتك والنيرف سبلاي بتاع الدلتويد هو اكزيلاري نيرف. اكزيلاري نيرف، امال مين اللي بيمسك في الميديال بارت من الكلافيكل من قدام من هنا كده؟ مين اللي بيمسك في الجزء ده؟ والله اللي بيمسك في الجزء ده الكلافيكولار هيد بتاعه البكتوراليس ميجور. كلافيكولار هيد اوف بكتوراليس ميجور، كلافيكولار هيد اوف بكتوراليس ميجور. طب النيرف سبلاي بتاعها ميديال ولا لاترال؟ بكتورال نيرف. البكتوراليس ميجور كانت الكبيره فبتتغذى بالاثنين بكتورال، الميديال واللاترال بكتورال نيرفز. لحد دلوقتي كده ثلاث علامات في الكلافيكل، موجود عندك ثلاث علامات في الكلافيكل. طيب علامة على الكلافيكل من تحت على الانفيريور سيرفيس بتاع الكلافيكل، مين دي؟ والله ده السبكليفيوس، الانسرشن بتاع السبكليفيوس، انسرشن اوف سبكليفيوس. طب النيرف سبلاي بتاعها نيرف تو سبكليفيوس، لو تفتكر كان طالع من الابر ترانك بتاع البريكيال بليكسس. نيرف تو سبكليفيوس عضلة بهاء سلطان اسمها سبكليفيوس، بتمسك في السبكليفيوس جروف قدام حضرتك. النيرف سبلاي بتاعها نيرف تو سبكليفيوس. خلصت الكلافيكل باربع علامات، يبقى الكلافيكل عند حضرتك اربع علامات. انا لو مكانك خلصت الكلافيكل صح، ارجع بقى اجيب الاربع علامات تاني من الاول، اسمعهم لنفسي، اذاكرهم تاني، افضل رايح جاي فيهم طول الليل وطول النهار. واللي اهم من ده كله قلت لك قبل امتحان العملي اصحى ساعتين بدري ابوس ايدك، قبل امتحان العملي ساعتين بدري، فر في الفايل بتاع الاناتومي، فر في الفايل بتاع البارا، فر في الفايل بتاع الباثولوجي، شوف البايو كان بيقول ايه، راجع كده العمل، هتدخل تقفل من غير كلام.
قبل الامتحان بساعتين كده بس، اصحى شوف دنيتك، اصحى راجع الكلام ده قبل الامتحان العملي بساعتين، اصحى من الفجر صلي فجرك وابدأ اشتغل، ابدأ راجع العملي كله تاني، هتروح الامتحان حاطط رجل على رجل، باشا باشا رايح الامتحان. خلي بالك وخليها حلقة في ودنك، لازم تصحى بدري قبل الامتحان تراجع العملي كامل تاني. يبقى وانت بتذاكر خلصنا اربع علامات في الكلافيكل، بنرجع نجيبهم تاني من الاول عشان تفضل تراجع عليهم. امال مين العظمة دي؟ دي سكابيلا، اظن واضحة وانها سكابيلا. طيب ايه اللي ماسك هنا؟ قالك اللي ماسك في الكوراكويد بروسيس في الحتة دي، ده الانسيرشن بتاع البكتوراليس ماينور، الانسيرشن بتاع البكتوراليس ماينور، الانسيرشن بتاع البكتوراليس ماينور. طيب النيرف سبلاي بتاعها كان ميديال بكتورال نيرف، ميديال بكتورال نيرف بكتوراليس ماينور، النيرف سبلاي بتاعها ميديال بكتورال نيرف. لو تفتكر الحته دي كان اسمها انفرا جيلينويد تيوبركل، كان بيمسك فيها اللونج هيد بتاعت الترايسبس، لونج هيد اوف ترايسبس، لونج هيد اوف ترايسبس. طب النيرف سبلاي بتاعها ريديال نيرف، ريديال نيرف، ريديال نيرف، ترايسبس النيرف سبلاي بتاعها ريديال نيرف. مال مين العضله اللي ماسكه في السابس كابيلار فصه دي؟ دي السابس كابيلاريس، ده الاوريجين بتاع السابس كابيلاريس. النيرف سبلاي بتاعها ابر ولور سابس كابيلار، ابر ولور سابس كابيلار نيرفز، مهم جدا. النيرف سبلاي بتاع العضلات دي كلها انا مجمعه لك في مذكره العمل. طيب مين اللي كانت ماسكه على الميديال بوردر من قدام؟ السيريتاس انتيريور، الانسرشن بتاع السيريتاس انتيريور. طب النيرف سبلاي بتاعها نيرف تو سيريتاس انتيريور او لونج ثوراسيك نيرف اللي كان طالع من الروتس، لونج ثوراسيك نيرف، النيرف سبلاي بتاعها لونج ثوراسيك نيرف. حلو الكلام. طب مين العضله اللي ماسكه في السوبرا سباينس فصه؟ سوبرا سباينيتس، الاوريجين بتاع السوبرا سباينيتس مصل، النيرف سبلاي بتاعها بقول لك اسمها سوبرا سباينيتس، يبقى سوبرا سكابيولار نيرف، سوبرا سكابيولار نيرف. طب اللي هيكون ماسك هنا في الانفراس باينس فصه اللي هي اللي هتكون هنا انفراس باينيتس. طب تعالى هنا السباين من فوق، مين اللي ماسك في السباين من فوق؟ الانسرشن بتاع الترابيزيوس، الانسرشن بتاع الترابيزيوس. طب مين اللي ماسك في السباين بس من تحت؟ ده الاوريجين بتاع الدلتويد، يبقى الترابيزيوس فوق والدلتويد تحت، الترابيزيوس الانسرشن بتاع الترابيزيوس، والنيرف سبلاي حضرتك لسه مذاكره، اكسس باينال روت اوف اكسسوري نيرف والبروبريوسبتيف بي سي 3 وسي 4. ادي مين اللي ماسك في السباين من تحت بالشكل ده؟ الاوريجين بتاع الدلتويد، والنيرف سبلاي حضرتك لسه مذاكره اكزيلاري نيرف. زي ما هتلاقي بقى الكلام بيتكرر، النيرف سبلاي بيبدا يتكرر معاك اهو. طيب كلام جميل، مين اللي ماسك في الانفراس باينس فصه؟ انفراس باينيتس ماسل، انفراس باينيتس ماسل، الاوريجين بتاع الانفراس باينيتس. طب والنيرف سبلاي سوبرا سكابيولار نيرف، سوبرا سكابيولار نيرف زيها زي السوبرا سباينيتس بالظبط، سوبرا سكابيولار نيرف، سوبرا سكابيولار نيرف. هنا الميديال بوردر بس من ورا، مين اللي ماسك فوق؟ والله اللي كان ماسك فوق دي اللي فيتور سكابيولا. طب وهنا الرومبويدس ماينور، طب وتحت كده كان الرومبويدس ميجور. خلي بالك بقى واحفظ الترتيب بتاعهم، ليفيتور سكابيولا، رومبويدس ماينور، رومبويدس ميجور. فبيقول لك مين اللي ماسك هنا؟ اقول له رومبويدس الليفيتور سكابيولا، الانسرشن بتاع الليفيتور سكابيولا. طب والنيرف سبلاي دورزال سكابيولار نيرف، دورزال سكابيولار نيرف، دورزال سكابيولار نيرف. طب مين اللي ماسك هنا عند الروت؟ ما احنا قلنا رومبويدس ماينور، الانسرشن بتاع الرومبويدس ماينور مصر. طب النيرف سبلاي بتاعها دورزال سكابيولار نيرف برضه. طيب مين اللي ماسك تحت هنا كده؟ ده الرومبويدس ميجور، الرومبويدس ميجور، يبقى ليفيتور سكابيولا، رومبويدس ماينور، رومبويدس ميجور، الانسرشن بتاع الرومبويدس ميجور. طب النيرف سبلاي بتاعها دورزال سكابيولار، يعني لا مؤاخذه التلات عضلات اللي هنا النيرف سبلاي بتاعهم واحد، والعضلتين اللي هنا النيرف سبلاي بتاعهم واحد. انا شايفك عمال تسرح معايا كده في الفايل، ما ترجع تجيب الفايل من الاول يا عم، افضل راجع رايح رايح جاي طالع نازل طالع، افضل لف في الفايل كده لحد ما تدوخ. انا عايزك تدوخ من اللف في الفايل، الدوخه دي اللي هتثبت لك المعلومه بقى، عايزك تبصم الفايل ده. طيب مين اللي ماسك في اللاترال بوردر؟ قلنا من هنا
اللونج هيد بتاعه الترايسبس، اللونج هيد بتاعه الترايسبس. طب والنيرف سبلاي بتاعها ريديال نيرف لسه قايلين. طيب مين اللي ماسك في الابر تلتين الجزء ده؟ والله كانت التيرس ماينور، تيرس ماينور. طب واللي ماسك في اللور تلت كانت التيرس ميجور. يبقى الابر تلتين مين اللي ماسك؟ تيرس ماينور مصر، تيرس ماينور مصر. النيرف سبلاي بتاعها كان الاكزيلاري نيرف، التيرس ماينور دي اكزيلاري نيرف، اكزيلاري نيرف. طيب واللي ماسك تحت التيرس ميجور؟ طب النيرف سبلاي بتاعها كان لور سبسكابولار، النيرف سبلاي بتاعها كان لور سبسكابولار في مذكره العمل، لور سبسكابولار، لور سبسكابولار. والله كلام جميل. طب مين اللي ماسك هنا كده في الانفيريور انجل في الحته دي؟ كانت اللاتسموس دورساي مصل، لاتسموس دورساي مصل، لاتسموس دورساي مصل. طب النيرف سبلاي بتاعها نيرفتو لاتسموس، كان اسمه نيرفتو لاتسموس او ثوراكو دورزال نيرف. كان اسمه ايه؟ ثوراكو دورزال نيرف. يبقى خلي بالك اللاترال بوردر ده من هنا كده اللونج هيد بتاعت الترايسبس، اللي هنا تيرس ماينور، اللي هنا تيرس ميجور، والحته اللي تحت دي لاتسموس دورساي، لاتسموس دورساي. النيرف بتاعها نيرف تو لاتسموس او ثوراكو دورزال نيرف. طيب مين اللي ماسك في السوبرا جلينويد تيوبركل هنا؟ ده الجلينويد كافيتي، مين اللي ماسك فوق؟ ده اللونج هيد بتاعت البايسبس، وهذه البايسبس النيرف سبلاي بتاعها ماسكولوكوتينيوس نيرف، ماسكولوكوتينيوس نيرف، ماسكولوكوتينيوس نيرف. طب مين اللي ماسك هنا في الانفرا جلينويد تيوبركل؟ ما هو ده الجلينويد، فوقه لونج هيد اوف بايسبس، تحته لونج هيد اوف ترايسبس. اللونج هيد اوف ترايسبس لحد دلوقتي شفنا لها ثلاث علامات كلهم في نفس المكان بس من مناظر مختلفه. النيرف سبلاي بتاعها ريديال نيرف، النيرف سبلاي بتاعها ايه؟ ريديال نيرف. انا دلوقتي خلصت لك سكابيولا، يبقى انت على طول ترجع تجيب الكلافيكل والسكابيولا بقى مع بعض، احفظهم تاني وسمعهم لنفسك تاني وتالت ورابع ومليون، هتلاقي الكلام سهل جدا معاك. دخلنا بعد كده اللي قدام حضرتك دي هيومرس، مين اللي ماسك في الجريتر تيوبروستي من فوق كده؟ دي الهيد بتاعت اليومرس، وده الليسر تيوبروستي، وده الجريتر تيوبروستي. الجريتر تيوبروستي من فوق كده في علامه للسوبراس باينيتس، الانسرشن بتاع السوبراس باينيتس، ولسه قايلين لحضرتك ان النيرف سبلاي بتاعها سوبرا سكابولار نيرف، سوبرا سكابولار نيرف. طب مين اللي ماسك في الليسر تيوبروستي؟ يا عم ده الجريتر تيوبروستي، مين اللي ماسك في الليسر تيوبروستي؟ كان الانسرشن بتاع السابسكابولاريس، انسرشن بتاع السابسكابولاريس. النيرف سبلاي بتاعها لسه قايلينه ابر ولور سابسكابولار، ابر ولور سابسكابولار. الاقي واحد يفضل يحفظ لي في النيرف سبلاي كل ما يشوف العضله، وانت انت مغيب، يلا انت مغيب، ما تحفظه مره واحده واسكت، هي العضله هتتغير، ما هي نفس العضله، ما تحفظه مره واحده واسكت، وفر على نفسك مجهود ووفر على نفسك وقت، ذاكر بذكاء شويه، شغلها شويه. يبقى اللي قدام حضرتك ده الانشرشن بتاع السابسكابولاريس، النيرف سبلاي بتاعها ابر ولور سابسكابولار. ده البايسيبيتال جروف، ده اللاترال ليب، والمفروض هنا ميديال ليب، وبينهم الفلور. لو جاب لك العلامه ناحيه لاترال شويه كده يبقى ده الانسرشن بتاع البيكتوراليس ميجور، الانسرشن بتاع البيكتوراليس ميجور. ولسه قايلين لك ان البيكتوراليس ميجور هي الكبيره، فتتغذى بميديال ولاترال بيكتورال نيرفز، ميديال ولاترال بيكتورال نيرفز. طيب لما يجيب لك العلامه ناحيه ميديال شويه، يعني ناحيه الهيد، ناحيه ميديال شويه، يبقى التيرس ميجور، الانسرشن بتاع التيرس ميجور. كنت بقول لك هما اتنين ميجور وبينهم لاتسموس، لو تفتكر من النظري رحمه الله عليه، خلاص اتنين ميجور، اتنين ميجور وبينهم لاتسموس. فاللي ناحيه ميديال دي التيرس ميجور، النيرف سبلاي بتاعها لسه قايلينه لور سبسكابولار. طب اللي بينهم في الفلور في النص بالظبط كده، الانسرشن بتاع اللاتسموس دورساي، الانسرشن بتاع اللاتسموس دورساي، النيرف سبلاي بتاعها نيرف تولاتسموس او ثوراكو دورزال نيرف، لسه قايلين نيرف تولاتسموس او ثوراكو دورزال نيرف. مال بص كده، دي الهيد يعني كده ميديال وكده لاترال، مين اللي بيعمل انسرشن في نص الهيومرس من ناحيه لاترال؟ الانسرشن بتاع الدلتويد، الانسرشن بتاع الدلتويد. طب لو جاب لك علامه قصادها كده بس ناحيه ميديال،
يبقى دي كوراكو براكيالس. كوراكو براكيالس. يبقى العلامة اللي قدامنا او اللي قدام حضرتك دي الدلتويد. طب النيرف سبلاي بتاع الدلتويد والله لسه قايلينه اكزيلاري نيرف. اكزيلاري نيرف اهو لسه قايلين. زي ما بقولك هتلاقي النيرف سبلاي بيبدأ يتكرر. وهو زي ما قلت لك جاب لك العلامة اللي ناحية ميديال في نص الهيومرس. هتقول له ده الانسيرشن بتاع الكوراكو براكيالس. النيرف سبلاي بتاعها ماسكولو كوتينيوس نيرف. ماسكولو كوتينيوس نيرف. مال مين العضلة اللي كانت طالعة من الهيومرس من تحت كده؟ خلي بالك احنا كده قدام. عرفت منين ان احنا قدام؟ اولا انت شايف حفرتين هنا. ثانيا انت شايف الليسر تيوبروستي. لو مش شايف الليسر تيوبروستي يبقى انت ورا. احنا كده في السليم. احنا كده فين؟ قدام. عشان في علامة زي دي بالظبط بس ورا. يبقى احنا كده قدام. مين العضلة اللي كانت طالعة من قدام هنا كده؟ البراكيالس. الاوريجين بتاع البراكيالس. النيرف سبلاي بتاعها كان ليها دبل نيرف سبلاي. ماسكولوكوتينيوس وريديال نيرف. ماسكولوكوتينيوس وريديال نيرف. البراكيالس ليها دبل نيرف سبلاي. ماسكولوكوتينيوس وريديال نيرف. ماسكولوكوتينيوس وريديال نيرف. انا لسه شايف الليسر تيوبروستي قدام اهو. يبقى انا كده قدام. مين العضله اللي ماسكه من قدامه ناحيه لاترال كده؟ قال لك والله العضله دي اسمها بريكيو رادياليس. ماسكه في الابر تلتين فوق. اسمها بريكيو رادياليس. بريكيو رادياليس بتتغذى بايه؟ بالريديال نيرف. بريكيو رادياليس بتتغذى بالريديال نيرف. والله كلام جميل. طيب انا برضو لسه قدام وناحيه لاترال. بص فوق كده كان بريكيو رادياليس في الابر تلتين. اللور تلت عضله اسمها اكستنسور كاربي رادياليس لونجس. 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 النيرف سبلاي بتاعها ريديال نيرف. طيب انا كده بصيت على الهيومرس في الرسمه دي بس مش شايف ليسر تيوبروستي. انت شايف ليسر تيوبروستي؟ انا مش شايف. يبقى احنا كده باصين من ورا. انت مش شايف ليسر تيوبروستي يبقى انت كده باصص من ورا. مين ده؟ الجريتر تيوبروستي. الجريتر تيوبروستي عليه علامه من فوق كده. دي الانفراس باينيتس. بص في علامه هنا سوبراس باينيتس هنا في الحته دي. سوبراس باينيتس وعلامه تحت كده التيرس ماينر. يبقى العلامه اللي قدام حضرتك دي الانسرشن بتاع الانفراس باينيتس. الانفراس باينيتس. نيرف سبلاي بتاعها لسه قايلينه سوبرا سكابيولار نيرف. سوبرا سكابيولار نيرف. ادي العلامه الثانيه اللي قلت لك عليها دي التيرس ماينور. يبقى سوبرا سباينيتس كانت باينه في المنظر من قدام على الجريتر تيوبروستي. انفراس باينيتس تيرس ماينور. بدل انسرشن بتاع التيرس ماينور النيرف سبلاي بتاعها اكزيلاري نيرف اللي طالع من سي 65. طيب انا كده باصص من ورا برضو. وغالبا يعني انت عارف ان ورا هنلاقي الترايسبس مصر. هنلاقي ايه؟ الترايسبس. والله زين. بص كده هتلاقي علامه على الهيومرس من ورا في الجزء اللي فوق ده. دي اللاترال هيد بتاعت الترايسبس. اللاترال هيد بتاعت الترايسبس. اللاترال هيد اوف ترايسبس. النيرف سبلاي بتاعها طبعا ريديال نيرف خلاص. طيب هتلاقي علامه تانية تحت. بص واخده المكان ده كله بس تحت وورا. عرفت ان انا ورا منين؟ لقينا قدامنا الحته دي حفره واحده ومش شايفين ليسر تيوبروستي. عارف لو شايفين ليسر تيوبروستي يبقى الموضوع ده من قدام. كانت براكيالس ماسل. لا احنا هنا من ورا. يبقى دي ميديال هيد اوف ترايسبس. ميديال هيد اوف ترايسبس. قلت لك العلامتين شبه بعض بالظبط بس بنفرق انت باصص من ورا ولا من قدام. لو من ورا يبقى الميديال هيد بتاعت الترايسبس. لو من قدام يبقى البراكيالس مصر. احنا هنا من ورا يبقى ده الميديال هيد بتاعت الترايسبس. النيرف سبلاي بتاعها ريديال نيرف. ريديال نيرف برضه هيومرس. ويشاور لك على علامه هنا كده ورا اللاترال ايبي كوندايل. ورا اللاترال ايبي كوندايل. مين دي يا عم؟ قال لك دي الانكونياس مصل. عضله اسمها انكونياس مصل. النيرف سبلاي بتاعها ريديال نيرف. النيرف سبلاي بتاعها ريديال نيرف. يبقى انت كده خلصت الهيومرس. عملت ايه انت كده؟ خلصت الهيومرس. ارجع بقى هات كلافيكل وسكابيلا وهيومرس تاني. انت وراك حاجه؟ انت مش وراك غير العملي. افضل قاعد للعملي بقى. افضل اتنطط في قلب الفايل. حلو الكلام.
دخلنا بعد كده في الريدياس اللي قدامك دي ليفت ريدياس. شكرا يا عم. بندخل في الريدياس والقلنة عايزين نشوف هيبدأ بايه. بدأنا بالقلنة. قالك والله العلامة اللي تحت البق بتاع القلنة ده العلامة دي بتاعة ده الانسيرشن بتاع البراكيالس. زي ما قلت لك عايز تكتبها براكيالس بس اكتبها عادي مفيش مشكلة. انت راجل شيك خليك انسيرشن بتاع براكيالس. طيب الانسيرشن بتاع البراكيالس. طب النيرف سبلاي بتاعها كان ايه؟ ما احنا لسه قايلينه. النيرف سبلاي بتاعها ماسكولوكوتينيوس وريديال نيرف. ماسكولوكوتينيوس وريديال نيرف. طيب القلنة من قدام بالشكل ده فيها علامة في القلنة من قدام في الابر تلتين تقريبا اسمها فليكسور ديجيتورم بروفاندس. فليكسور ديجيتورم بروفاندس. فليكسور ديجيتورم بروفاندس. النيرف سبلاي بتاع الفليكسور ديجيتورم بروفاندس كان الانتيريور انتر اوسياس والالنر نيرف. كان ليها دبل نيرف سبلاي. انتيريور انتر اوسياس والنر نيرف. انتيريور انتر اوسياس والنر نيرف. يبقى ادي كده الفليكسور ديجيتورم بروفاندس. طيب في اللور ربع تحت كده في اللور ربع سواء في القلن او في الريدياس يبقى دي البرونيتور كوادريتاس. فده مين يا عم؟ قال لك الاوريجين بتاع البرونيتور كوادريتاس اللي في القلن يبقى اللي في الريدياس الانسيرشن. يبقى ده الاوريجين بتاع البرونيتور كوادريتاس. النيرف سبلاي بتاعها كان انتيريور انتر اوسياس. واحد قال لي يا دكتور وانا هفضل احفظ النيرف سبلاي العضله بعضلتها امال انا عامل لك مذكره عملي ليه؟ هنبيع فيها طعمية؟ هتعملها هتعلقها في زينة رمضان؟ طيب هتعمل بيها ايه؟ ما انت عشان تذاكر النيرف سبلاي ما انا مجمع لك النيرف سبلاي بتاع المنهج كله في مذكرة العملي. يبقى لازم تبص في مذكرة العملي والنيرف سبلاي. احسن انك تجمع النيرف سبلاي في دماغك احسن ما تحفظ كل عضلة لوحدها. يبقى اوريجين بتاع برونيتور كوادريتاس. النيرف سبلاي بتاعها انتيريور انتر اوسياس لانها كانت من عضلات الديب جروب بتاعه الفور ار. طيب مين العضله اللي على الريدياس من فوق؟ دي عضله اسمها سوباينيتور. الانسرشن بتاع السوباينيتور. الانسرشن بتاع السوباينيتور مصل في الريدياس من فوق. النيرف سبلاي بتاعها كان البوستيريور انتر اوسياس نيرف. البوستيريور انتر اوسياس نيرف. بوستيريور انتر اوسياس نيرف. طيب مين العضلة اللي كانت ماسكة في الأوبليك لاين بتاع الريدياس؟ قال لك والله دي كانت الفليكسور ديجيتورم سوبر فيشياليس. الفليكسور ديجيتورم سوبر فيشياليس كان اسمها ريديال هيد. الريديال هيد بتاعت الفليكسور ديجيتورم سوبر فيشياليس. ليه فليكسور؟ لأني بصص من قدام. أنا كده بصص من قدام. يبقى فليكسور ديجيتورم سوبر فيشياليس كانت النيرف سبلاي بتاعها ميديان نيرف. لانها من عضلات السوبرفيشال جروب. ميديان نيرف. طب تحت الاوبليك لاين كان في عضله بالشكل ده. قال لك العضله دي كان اسمها فليكسور بوليسس لونجس. يبقى العضله اللي كانت هنا كان اسمها فليكسور ديجيتورم بروفاندس. لكن دي اسمها فليكسور بوليسس لونجس. اسمها فليكسور بوليسس لونجس. طيب النيرف سبلاي بتاع الفليكسور بوليسس لونجس كان ايه؟ كان انتيريور انتر اوسياس نيرف. anterior interosseous nerve لانه من عضلات الديب جروب وزي ما قلت لك جمع النيرفات من مذكره العمل. زي ما قلت لك سواء ريدياس او قلنا من تحت بيكون العضله اسمها برونيتور كوادريتاس. فهنا العلامه على الريدياس من تحت من قدام. يبقى ده الانسرشن بتاع البرونيتور كوادريتاس. طب النيرف سبلاي بتاعها برضو anterior interosseous nerve لانها من عضلات الديب جروب. يبقى الريدياس من تحت او قلنا من تحت برونيتور كوادريتاس والنيرف سبلاي واحد وبنحفظه مره واحده خلاص. طيب مين اللي على الريدياس من تحت عند الاستايلويد بروسيس؟ ده الانسرشن بتاع البريكيو رادياليس ماسل. انسرشن بتاع بريكيو رادياليس ماسل. كنت بقول لك الريدياس عليها ثلاث علامات من ناحيه لاتر. علامه فوق بتاعه السوبينيتور، علامه في النص الانسرشن بتاع البرونيتور تيرس، واخيرا علامه تحت عند الاستايلويد بروسيس. ده الانسرشن بتاع البريكيو رادياليس ماسل. الانسرشن بتاع البريكيو رادياليس والنيرف سبلاي بتاعها لسه قايلينه ريديال نيرف. ريديال نيرف. طيب هنا بقى صورنا القلنة من ورا. عرفت منين يا عم؟ والله القلنة بقها مش مفتوح قدامي، لا ده مقفول. يبقى انا صورت القلنة من ورا
وهيجيب لك علامة على الأوليكرينون بروسيس بالشكل ده، ده الانسيرشن بتاع الأنكونياس مصر، الانسيرشن بتاع الأنكونياس. الأنكونياس كان النيرف سبلاي بتاعها مين؟ كان ريديان نيرف. طيب انا برضو مصور الريدياس من ورا، ولكن هنا مش فارق ورا من قدام، لان جايب لك العلامة على الريديال تيوبروستي. الريديال تيوبروستي ده كان الانسيرشن بتاع البايسبس براكيوي، انسيرشن بتاع البايسبس براكيوي، والنيرف سبلاي بتاعها لسه قايلينه ماسكولوكوتينيوس نيرف، ماسكولوكوتينيوس نيرف. طيب هنا الريدياس من ورا بس من فوق الابر تلت، الجزء اللي فوق ده، ده مين؟ ده الانسيرشن بتاع السوبينيتور. ما انا كنت بقول لك ان السوبينيتور ماسكه في الريدياس من قدام ومن الجنب ومن ورا، ماسكه في التلات جهات، دي السوبينيتور. فده الانسيرشن بتاع السوبينيتور، والنيرف سبلاي بتاعها لسه قايلينه برضو بوستيريور انتر اوسياس نيرف، بوستيريور انتر اوسياس نيرف. طيب مين دي؟ الريدياس، وكده لاترال وكده ميديال، ده اللاترال بوردر بتاع الريدياس. كنت بقول لك في علامه في النص، في نص اللاترال بوردر بتاع الريدياس. تاني اللاترال بوردر بتاع الريدياس عليه تلات علامات، علامه فوق سوبينيتور، علامه في النص برونيتور تيرس، وعلامه تحت خالص اللي عند الستايلويد بروسيس بريكيوراديالس. يبقى العلامه اللي في النص دي بتاعت مين؟ بتاعت البرونيتور تيرس، انسيرشن اوف برونيتور تيرس. النيرف سبلاي بتاعها ميديان نيرف، ميديان نيرف لانها من عضلات السوبرفيشال جروب. طيب بص كده، الحته دي كان اسمها ريديال نوتش في الالنا، تحتها هتلاقي علامه، العلامه اللي قدام حضرتك دي ده الاوريجن بتاع السوبينيتور مصر، الاوريجن بتاع السوبينيتور مصر. خلي بالك ان في علامه زيها بس كانت الصوره الريدياس جنبها، يعني الريدياس جنب الالنا، كنا بنقول عليها براكيالس، لكن دي ريدياس لوحدها مفيش ألنا، دي ألنا بس مفيش ريدياس، الألنا بس من غير الريدياس. تحت الريديال نوتش بالشكل ده، ده الأوريجين بتاع السوبينيتور، والنيرف سبلاي بتاعها بوستيريور انتر أوسياس لسه قايلين. ادي هنا الريديال نوتش، تحته علامة، العلامة دي قلنا بتاعت مين؟ بتاعت السوبينيتور، بتاعت السوبينيتور، الأوريجين بتاع السوبينيتور، والنيرف سبلاي بتاعها بوستيريور انتر أوسياس. طيب مال مين ده؟ ده الأوليكرينون بتاع الألنا، وده التروكليار نوتش، أوليكرينون وتروكليار نوتش. اللي يهمني أكتر هي العلامة دي، العلامة دي الأوريجين بتاع السوبينيتور، النيرف سبلاي بتاعها بوستيريور انتر أوسياس نيرف. كده خلصت الأبر، أنا شرحت لك الأول كلافيكل، بعد كده سكابيولا، بعد كده هيومرس، بعد كده ريدياس وألنا. زي ما قلت لك خلص كل جزء لوحده، وارجع هات كل الأجزاء تاني من الأول، هات الفايل من الأول تاني، وافضل رايح جاي في العملي، ما انت مش وراك حاجة، ونشوفك في فيديو قادم بإذن الله.